أناب صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لافتتاح فعاليات منتدى استثمر في البحرين 2017 في نسخته 12 الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وبهذه المناسبة نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان الخليفة تحياتي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى القائمين على تنظيم المنتدى والمشاركين فيه، وتمنيات سموه بأن يحقق المنتدى ما يصبو إليه على صعيد تنمية القطاع الاستثماري في المملكة وتعزيز النجاحات التي حققتها البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها. وأكد سمو حرص الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء على دعم وتطوير المقومات المحفزة للاستثمار في مملكة البحرين من خلال رؤية متكاملة تستهدف تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية وتشجيع رؤوس الأموال والقطاع الخاص على الاستثمار في الفرص والمشروعات الواعدة التي تهيئها المملكة. وقال سموه إن معدلات تدفق الاستثمار الخارجي إلى المملكة تشهد نموا مطردا بفضل ما تتمتع به البحرين من مقومات وبيئة أعمال متميزة ومنفتحة ترتكز على بنية تحتية متطورة ومنظومة قانونية وتنظيمية شاملة تتمتع بالمرونة ومواكبة التطورات العالمية. وأضاف سموه أن تشجيع الاستثمار يمثل جانبا مهما ضمن محاور عمل الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة للاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا سموه إلى أن المملكة مقبلة على طفرة كبيرة في مشروعات التنمية في شتى القطاعات والتي من شأنها أن تخلق فرصا واعدة للنمو. ورحب سموه بالمشاركين في المنتدى من الأشقاء في دول مجلس التعاون ومن الدول العربية والأجنبية، مشيدا بما يمثله المنتدى من فرصة للاطلاع على الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين للمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الصناعة والمشاريع البنية التحتية وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية. وقد تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على جهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في دفع عجلة التنمية في المملكة وإرساء نموذج متقدم في تشجيع الاستثمار في البحرين عبر حزمة متنوعة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين والتي جعلت من المملكة مقصدا استثماريا متميزا على مستوى المنطقة. إن الجهود والمبادرات المتوالية التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين الموقرة والخطوات الطموحة التي تنتهجها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعكس ثبات وإصرار قيادتنا الحكيمة لمواصلة تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة ورفع الأداء الاقتصادي من أجل الرفاه لمواطني مملكتنا العزيزة. إن ما قامت به الوزارة من مبادرات في السنوات الأخيرة وتلك التي ما تزال في سطور الدراسة والإنجاز في جميع قطاعات الوزارة تترجم بلا شك توجهات الحكومة واستراتيجياتها ورؤاها المستقبلية وبالأخص رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد، خصوصاً في ظل الحرص على تطوير التشريعات والأنظمة التي من شأنها توفير الحماية اللازمة للاستثمارات المحلية والخارجية وجذب الاستثمارات الخارجية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة والملائمة والصديقة. Over the years, the so-called Bahrain model has created more than 16,000 jobs and raised more than $2 billion in investments. Today, in 52 countries, it continues to advance entrepreneurship and change lives for the better. I commend you for focusing this year's forum on the Sustainable Development Goals. Inclusive and sustainable industrial development will continue to be a key driver of progress as we support member states in this essential work.
Thank you for your leadership and support. The United Nations will remain your close partner. Please accept my best wishes for a successful forum. تمتلك مملكة البحرين سجلاً حافلاً في النجاحات المتميزة في مجال جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية. نتيجة للرعاية المتواصلة لقيادتها السياسية الرشيدة لهذه الجهود، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة تشريعاً اقتصاداً وتنظيماً، حيث حرصت المملكة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي. وعلى مدار هذا العام شهدنا جهوداً حثيثة ومميزة لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار، ومن بينها إنشاء مركز البحرين للمستثمرين الذي يعد خطوة متقدمة في الجهود الوطنية لإيجاد بيئة استثمارية متطورة. مملكة البحرين تستقبل الوافدين من كل مكان ومن قديم الزمان، ويسعدنا وجود ضيوف البلاد بيننا اليوم متمنين أن يطول بقائهم بيننا، ولهم منا كل الترحيب وجزيل التقدير. فقد تعايشنا مع شعوب مختلفة على مر السنين، ووجدناهم مسالمين وشاكرين على حسن الضيافة، وتعايشنا في مزيج ناضج من التعاون الاجتماعي والاقتصادي. كان هذا منذ القدم، لما نأتي اليوم لنجد صاحب الجلالة الملك حامد حفظه الله يجدد الدعوة إلى التآخي ويسلك طريق الوسطية في كافة الأمور، ويؤكد على رغبته في خلق بيئة إنسانية لا تفرق بين الشعوب. فالبحرين اشتهرت منذ زمن بكونها مركزاً اجتماعياً واقتصادياً يضم بين جدرانه جاليات من شعوب المنطقة والعالم الذين استقروا واستثمروا ونجحوا في مجالات عملهم المختلفة. I'm very honored to welcome you to the UNIDO World Entrepreneurs Investment Forum 2017, taking place under the patronage of His Royal